السلام عليكم مشاهدين ديال الاعزاء، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم، فيديو جديد ونهار جديد. اليوم نقول لي سبب ديال الغياب ديالنا اليوتيوب، لان حسنية راه عيانه بزاف، ودعيوا لها بالشفاء المشاهدين. هذه دابا شحال هذه وهي عند ما جات عند ما بان باش تبدل الجو شويه، وت بين ستريسيا مع ستريس ومع السبب ديالي ديال الغياب، حيت انا السبب ديالي ديال الخدمه حبست من الخدمه وراها مريضه بزاف. ندعيو لها بالشفاء وشكرا لكم يا المشاهدين. ودابا انا راني جالس مع الوليدات، هي دات من ويويرا داتها مع الدار، ودابا انا جالس مع وليداتي علاء الدين ونور علاء الدين وكمال وندى، وكنديو المدرسه وكنجيبو المدرسه، وليد راه الله اللي كاينه والحمد لله على كل حال. ولا كان هذا الشيء من عند الله مرحبا بها، ولا كان من العبد لا ياخذ الحق. هذا ما نقول لكم المشاهدين، ونخلي واحد الكلمه لندى تهضر معكم. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير يعني. كما قلت لكم بابا، سبب الغياب ديالنا هي ماما راه مريضه من نهار غيبت على اليوتيوب، وهي عند جداتي في العربية، وجات بغات تفوت شوية وبغات يعني تخرج ديك الطاقة السلبية، وكنتمنى الدعم معاها بشفاء. وبابا وقع لي شي واحد المشكل في القهوة وخرج، وكنتمنى الدعم معانا باش تشافى ماما وبابا يلقى شي خديمة. شكرا، وكنشكركم بزاف حيت كتسولوا فينا واخا ما كنبانوش بزاف في القناة، ولكن حنا كنقراو لكم الطريق ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف. وكما قلنا لكم ماما مشات باش تخرج ديك الطاقه السلبيه، يعني بغات تفوش شويه، بغات يعني تشوف العائله من نهار مات جدي الله يرحمه. ماما مشات لتما وصافي، وكنتمنى تدعيو لها بالشفاء. هي ابسط حاجه كتعصب، ولا من عند الله مرحبا، ولا من عند العبد لا ياخذ الحق. وشكرا لكم بزاف حيت كتسولوا فينا. والكلمه الاخيره كنخليها لبابا. وشكرا لكم يا المشاهدين، كما قالت لالا نجا الله يرضي عليها والله يحفظها لي، بان حسنيه راه مكافحه وكتكافح معايا وكطيح وتنوض، هي كتبغي خصها تخدم خصها دير خصها، بان راكم عارفين الوليدات وهذا. المهم الحمد لله على كل حال، هذا الشيء اللي كتب الله ما عندك ما دير. الا كان كما قالت ندى، الا كانت من عند الله مرحبا بها، ولا كانت من عند الله ياخذ الحق. ان حسنيه ماشي بخاطرها كدير هادشي، ان هي مستريسيه بزاف، ولا اله الا محمد رسول الله. ونتمنى ولا الشفاء، ولا يجزيكم بخير. كتسولوا فينا ربي الله يحفظكم، هذا ما نقول لكم، والله يشد لكم الصحه، هذا ما نقول لكم مشاهدين ديالنا. ونخليكم ونقول لكم السلام عليكم، ولا تهضر معهم الساعه على شويه. وكما قلنا لكم مامي ما كتقدرش تبقى يعني بلا خدمه، يعني هي كتبغي تعاون بابا وتكافح معاه، يعني يد وحده ما كتسبقش وكتبغي تكافح، يعني اي حاجه جاتها ما كتخرجاش، يعني كتخليها في قلبها كتمرض. ودابا كنتمنى تدعيو لها بالشفاء وبشفاء دعوه غريب 40 غريب مستجابه. وشكرا لكم بزاف بزاف، ونخلي الكلمه لعلاء الدين. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ بخير. تما كما كتشوفوا ماما مني قطعات عليكم اليوتيوب، وهي مسافره عند جداتي. نتمنى تدعيو مع نتمنى تدعيو معانا بابا يلقى شي خدمه، حبس ما حبس ما الخدمه، ودعيو تبعي. والله يحفظكم المشاهدين، كما قال ندى وعلاء الدين، شكرا لكم بزاف، الله يحفظكم. كما دعيو مع حسنيه بالشفاء، الله يجازيكم بخير، وليد راه الله اللي كاينه، اللهم لك الحمد، الله يشافي الله يشافيها. ان حسنيه مناضله كتوقف في جنبي كرجل، الله يجازيها بخير، والله يحفظها لي، والله يخليها لي، والله يبعد عليها، والله في الحرام. هذا ما نقول بان هي راه دابا بحال قلتي ما عرف شنو كيوقع ليها دابا، هي بحال ما كتحملش الدار، بحال هي دابا مثلا هي في العربيه ولادها هنايا، وانا دابا ضروري خصني نديهم ونجيبهم المدرسه، ونتمناهم الله الخير. وهذا ما كان، شكرا لكم، الله يحفظكم، والله يجازيكم بخير. الله يبارك لكم، وشكرا لكم على التساؤلات ديالكم، ونتمنى تدعوا لماما بالشفاء وبابا يلقى شي خدمه. وشكرا لكم بزاف بزاف، باي باي. الله يحفظكم المشاهدين.